بعد الأنبياء والرسل أحد سيدنا أبو بكر كفضي بضان أمد اللقماء ووييلك المسلمين ووزيرك النبي عليه الصلاة والسلام وقربك سمدك وسحابك يدى أنت مني بمنزلة القميص من الجسد شارك أنقبه إيا شركيك سيسكيهم بعد إيطهي أبو بكر الصديق وأحد ككلية النبي الله محمد أصغوها آدمها أنك أو ديق بضان بشرنا أفضي بضان أنك كلية وأودي وأي وإن أبالك سوقده سيدنا أبو بكر الصديق لما شيء في التاريخ نبي محمد عليه الصلاة والسلام أحد أبالك قال وصن أبالك سوقدين لكن النبي أصغى قرنا عليه الصلاة والسلام أبالك أبو بكر نسن قدكرين وحكير أنه مقدكري ألا ندينية أحد كاسا ما أنت مركا وحنكة تلمامنا حديث كأبو هريرة وحاكو يمد رضي الله تعالى عنه ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذي وغيره بسند حسن نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وحكله يا ما لأحد عندنا يد أحد آدماء أو أبالي عنا تارتي أو إحنا تري مجرو إلا وقد كافناه وأنا أبال قدنا أنت النولين ما خلا أبا بكر وحنا أبو بكر كأهي أحد وحنا تري أو أبال لوجيستي أو أبال قدن أو أبو بكر كأهي مجرو صوبانها عليه الصلاة والسلام فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة قعنا أن قدوا ويني يا أبالان قوين وهيبو يقول هيبو سبحانه ولا أحي وإلى آخر وجود الدنا مال وحي تري مجر قط أنتم مال كأبي بكر وحي تري بو سبحانه هدان صاحب خاص يالنا أيه والمسلمين تكحك سنة أيه أبو بكر بن النبي وكحك سنة لا أقول هسا يا شيء إلهي خلدي سان خوك أفتوم أيه أبو بكر نوا صاحب كيف النبي مالك هذا كان النبي يجري أبو بكر وأوي فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله حر مالك يجي نفطيد نبي الله ما ديك أسكلي مساء أبال أنا وأنكو جي استبع تشيرو المنطقة هذاش يدو سيدة تايولي في التاريخ لما الشيقين أبو بكر في مجلس واحد كو أبال الشيقتي أما حتى لقدر يمينو نبي قوح تري لكن نبي محمد بولي بشيء جرى عليه الصلاة والسلام هذا يدس فرد من نبوك الشيء وحاحق فرد اللبات ومالك أي دعيس مؤاخاتك ولا لها مسلمين تمهاجرين أنصار يمهاجرين تدحضوا ولا ليني هذا الحديث كده يرى زيد نبي أوفى وحاكو شيري إنه نبي قاسك كب الله بي تاريخ دير بن نبي قصوا الله أنبيد الرسوشي يملائك الرسول وحكر دحي كدب وسقود بي الصحابة دي مركز ورقم يا أبا بكر فقام ثم جثى بين يدي ثم قال إن لك عندي يدا أبو بكر استقبل موسى استقبل مركز النبي قورتي سوج البحر وكدكتي النبي قال وحور إن لك عندي يدا أبا البادي يقول هاي الله يجزيك بها الله يجزيك بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وأنت مني بمنزلة القميص من الجسد حديث كاس بزارية غير كباورية وحديث حسنة انت النبي انت النولابو هوش اسكاها لتشري مالك تيزي كنت مدى النبي حنوصنا عليه الصلاة والسلام قد يده هذا نحن حساو أيوك قصبنا هذا مرصد حادي مر أفراد أيو في آخر حياته خطبة وجودا بيسي منبر كأولف ولا منبر مسجد رسول الله المنبر المكرم مالك وجودا بيسي نبي محمد شيء صلوا أركو مالك وجودا بيسي أي نقد يده وكهله حديث من عباس في صحيح البخاري وذكرنا النسائي في الكبرى خرج علينا رسول الله في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة نبي قال نقصه بحي حنونك ودنتي مالك حنون سناسه ومدحي سقضه بين مرو حنونك درتي كحد أي مدح حنونك هاي مرة كحد فقعد على المنبر منبر قدر الفريس سبحانه فحمد الله وأثنى عليه
إلهي بكم هاتي وأنا فالله أماني. ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر روح بن آدنا ويقع أبا البطن أما يقع الله بن أبو بكر نبي مجرب في نفسي وماله نفتي سي مالك سوء وفرطي هذا ممرك أبا لكم يقول أبو بكر يقول مجر ولو كنتم متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر قضية النبي عليه الصلاة والسلام ابن رجب حفن حجر كل وذ وحين وآخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطبة وقدم بيساب موسى الأشعري باكشيكي أبو سعيد نووشي وحود نبي محمد ونعرقنه ومنبر كاسارن وخطبين يمركن وقدم بيساوي